أحسن الله إليكم. أخيرا هذه السائلة أم عبد الله لها سؤال، تقول عن الصلاة أمام المدفأة والنار في أيام البرد يا فضيلة الشيخ. والله المدفأة يعني ليست نارا، لما هي كهرباء مثل اللمبة، اللمبة المصباح الذي يكون أمام المصلي لا بأس به. كذلك المدفأة هي عبارة عن اللمبة، يسمونها اللمبة أو الكشاف، فهذه من جنسها. نعم.